اهلا اهلا بالناس الحلوه الجميله، متابعي صفحتنا صفحه من القلب القلب، واللي بيتابعوا برنامجنا على ام بي سي مصر 2. اولا كل سنه وانتم طيبين. احنا في شهر شعبان دلوقتي، خلاص فاضل كام يوم، اقل من شهر وندخل في رمضان. اللهم بلغنا رمضان. انتم عارفين طبعا الدعوه دي اهميتها، ان احنا نطول رمضان ونعيش ونوصل له لغايه لما نوصل للشهر الكريم، ونقدر فعلا ان احنا نعمل اقصى ما في وسعنا تكفير ذنوب بقى طبعا من ربنا سبحانه وتعالى، ومضاعفة الحسنات. فوائد رمضان كتيرة جدا، اللهم بلغنا رمضان. طيب، حبيت ان انا اكون معاكم بشكل يومي، ان شاء الله دقيقتين في اليوم، بس نفكر بعض بالاستعدادات لرمضان. اي حد في الدنيا عايز ينجح في اي حاجة في حياته عشان يقدر يحققها ويوصل ليها، لازم يستعد ليها، يحضر ويخطط ويفكر ازاي يحققها. وعشان نوصل لرمضان بإذن الله على خير، ونقدر ان احنا نستفيد من الشهر ده بقدر الاستطاعة من عبادة وروحانيات وقيام وصيام وكل الحاجات الحلوة، وكمان تواصل اجتماعي مهم، عشان كده لازم نخطط له ونستعد ليه. ازاي هنستعد ليه؟ كل يوم هديكوا نقطة او فكرة، لكن الحقيقة مش انا لوحدي اللي هعمل الكلام ده. انا بطلب منكم دلوقتي حبايب من القلب للقلب، تبعتوا لنا على الصفحة تحت الفيديو وتكتبوا لنا افكار للاستعداد لرمضان، وكل يوم هنوه عن مين صاحب الفكرة وهشرح فكرته، وممكن اضيف عليها كمان لو قدرت. اول فكرة عايزة اتكلم فيها النهاردة هي فكرة الصلاة. طبعا الصلاة فرض من فروض الاسلام، ركن اساسي من اركان الاسلام، زيه زي الصيام بالظبط. فمش معقول نبقى هنصوم في رمضان واحنا اصلا مش بنصلي. هتيجي تقولي لي طب خلاص يبقى انا هستعد رمضان ان انا هصلي ان شاء الله في رمضان. لا، مش كفاية، احنا عايزين نبدأ من النهاردة. اللي عايز يعمل حاجة يا جماعة بيعملها في يوميها في ساعتها. ما ينفعش اقول ان شاء الله اول الشهر حبدا اعمل رجيم، ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي حبدا ابقى طيبه مع الناس. لا، اللي عايز يبقى كويس هيعملها من النهارده. وعشان كده انا بفكركم من دلوقتي نواظب على صلواتنا. اللي ما بيصليش خالص يبدا يواظب ويعود نفسه انه يصلي، عشان على لما يوصل لرمضان يكون خلاص بيصلي طول الشهر. اما اللي مثلا بيفوت صلاه الفجر فلا، يظبط منبهه كويس ويستعد لانه يصحى ويصلي صلاه الفجر وينام يا سيدي بعديها، مفيش مشكله. دي اول نصيحه للاستعداد لرمضان، هي ان احنا باذن الله نحرص من دلوقتي ان احنا نصلي الصلاه في مواعيدها. يلا شوفوا بقى انتوا كمان استعدادات رمضان ممكن تكون ايه في مختلف المجالات، مش بس في العباده. ابعتوا لنا، وبكره ان شاء الله هقول لكم فكره جديده وهاشتاجنا استعدادات رمضان.